مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من مدينة كلبا، موطن التاريخ والتراث وأم القلاع وعطر الماضي، وهي بين المدن القديمة في الشارقة التي تقف شامخة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. اليوم نحن في قلعة الغيل، هذه القلعة التي تعكس التاريخ المتجذر والرصين لهذه المدينة الأصيلة. تضم القلعة قطع أثرية كالسيوف والخناجر والبنادق التي صنعت حوالي قبل 250 عام تقريبا، وأصبحت معلما سياحيا وثقافيا ذا بعد تاريخي وأثري، لتحكي بشموخها عن أصالة سكان المنطقة وبسالتهم. بنيت القلعة حوالي عام 1903 في عهد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، وتم ترميمها في عام 2001 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين إلى ختام فقرتنا الجميلة حقيقة في هذا المكان الثقافي والأثري والسياحي، أتمنى أنكم تزوروا هالمكان، وإلى اللقاء. جزاك الله خير زميلنا جاسم على هذه النقلة الجميلة وهذا التقرير لقلعة الغيل. قلعة الغيل طبعا معروفة بأصالتها، نقشت على جدرانها الكثير من الحكايات والكثير من المواقف اللي مروا فيها الأهالي في تلك الفترة، وأيضا هو مطل على مركز جدا جميل، مركز كلباء للطيور الجارحة. أيضا هذا المركز اللي يعد أيضا محمية لكثير من الطيور التي كانت سوف تنقرض، ولكن بفضل صاحب السمو حاكم الشارقة تم بناء هذا المركز وأيضا حفظ هذه الطيور وتوفير البيئة المناسبة لها في مدينة كلباء. أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى موضوع آخر وهو التصوير الفوتوغرافي. يعد التصوير الفوتوغرافي لغة العناصر المرئية، وهو بدلا عن الكلمات، لذلك يمكن استخدامه لأغراض فنية أو أغراض أخرى. أيضا هو فن يحتاج إلى حرية الاختيار سواء كانت الطبيعة أو المدن. اليوم راح نرحب بضيفتنا المصورة الفوتوغرافية ميثم محمد حاج. يا مرحبا بك وصبحت الله بالخير. التصوير الفوتوغرافي وجمال التصوير الفوتوغرافي واللي وثق لنا كثير من الأماكن الجميلة واللحظات اللي مرينا فيها كانت يعني ذكرى جميلة بفضل كاميرا. الكاميرا، فشو الكاميرا معاك؟ خبرينا عنها، متى بديتي ترافقين الكاميرا في كل مكان تذهبين له؟ طبعا بدايتي في مجال التصوير كانت مجرد صور عفوية ألتقطها، لكن مع الأيام والممارسة وبالأخص فترة دراستي في الجامعة عام تقريبا 2018 بديت أتعمق في هالشيء أكثر، رغم أنه ما عندي كاميرا بس أستخدم كاميرا التلفون. ممتاز. فحسيت أن هالمجال أميل له أكثر رغم أن تخصصي مختلف جدا عن المجال هذا. تخصصت مختلف عن موضوع التصوير أو نعم. شو تخصصت؟ المجتمع وخدمة اجتماعية. ما شاء الله. طيب ليش اخترتي التصوير؟ يعني شو اللي قادت إلى التصوير الفوتوغرافي وامتلاك كاميرا احترافية؟ هوايتي كانت الرسم، فشفت أن التصوير قريب جدا للرسم. طبعا. يعني مثل ما أنا كنت أدور صورة وأطبقها بالرسم، كذلك التصوير نفس الشيء، أدور منظر حلو أصوره وأضيف عليه تأثيرات مثل ما أضيف ألوان على الرسم. طيب لا يبدأ الإنسان باحترافية مثل ما نعرف، صحيح. كل واحد يبدأ يتعلم، كيف تعلمتي التصوير؟
بالممارسة، وإني أشوف مثلا مقاطع أو حسابات مصورين وإيش اسمه أكتسب الخبرات اللي عندهم. حضرتي دورات ورش؟ لا ما حضرت. ما حضرتي أي دورة ولا أي ورشة؟ لا. ولا حتى في أساسيات التصوير؟ لا، كلها كل اجتهاد من شخصي. يوتيوب أو محركات البحث وغيرها من المواقع اللي تبحثين فيها وتتعلمين من خلالها. طيب، يعني كيف تشوفين عمرك الحين وصلتي في احترافية استخدام الكاميرا؟ حاليا يعني بعدني أمارس الشيء، وإن شاء الله أوصل لمستوى أفضل من اللي وصلت له إن شاء الله. طيب، الحين كثير من المصورين مثلا يقول لك أنا مصور لبورتري، أنا مصور طبيعة، أنا مصور لمباني، أنا مصور لكذا، فكل واحد يختص في جانب معين من التصوير. أنت شو تشوفين عمرك وين في أي مكان من هالأماكن؟ في جميع المجالات، جميع الأماكن أصور مناظر طبيعية، مطاعم مثلا، أي شيء قدامي أصور يعني منظر حلو أصوره. ممتاز. لك وقت معين للتصوير مثلا الغروب الشروق؟ هو أفضل وقت الغروب والشروق، وطبعا في الأجواء الممطرة بعد طبعاً. حلو. أما بالليل أواجه صعوبة شوية في الإضاءة، بس الحمد لله أطلع بعمل حلو. ممتاز. يعني دائما التصوير اللي يكون بأنك أنت تختارين الإعدادات يدويا أو أوتوماتيكيا، هذا يمكن يختلف من مصور إلى آخر. أنت لشو تلجئين؟ هو الأدوات اللي أستخدمها، يعني مثلا بصور صورة أرجع ل يعني أكثر من برنامج، مو برنامج واحد أعدل فيه الصورة، وبعدين مثلا أصمم فيديو نفس الشيء أكثر من برنامج. يعني أنت تختارين البرامج اللي تخدم الصورة، الفوتوشوب، ولكن ما تغيرين ملامح الصورة بشكل كامل، يعني أنت يمكن تضيفين ألوان، تضيفين إضافات بسيطة. ممتاز. يعني في بعض المصورين ممكن يغيرون ملامح الصورة بأكملها من خلال الفوتوشوب. صحيح. فهذا يمكن يضر الصورة ما يخدمها. أحياناً يضر الصورة، يعني يفسد جمالية الصورة تماماً. ممتاز. طيب، في اختلاف ما بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، جربتي الفيديو ولا بعد؟ الفيديو يعني أصور لقطات فيديو وأدمجها مع بعض وأسوي عمل يعني. ممتاز. شو من الأعمال سويتي؟ آخر مرة صورت برج الساعة. برج الساعة. هي. جميل. أنا أعتقد في عندنا بعض من اللقطات اللي التقطتها ميثا، فلو نشوف بعض من هذه اللقطات تعرضون لنا بعض منها عشان نشوف الطريقة اللي استخدمتها ميثا في التصوير. هذه إحدى الصور، هذه لشو كانت ميثا؟ مسجد الشيخ زايد في الفجيرة. ممتاز. وهذه في مدينة كلبة. هي نعم. جميل، للكورنيش الجديدة أعتقد. هذه من دون إضافات أو تأثيرات. بدون إضافات. هي. جميلة هذه الصورة. ممتاز. طيب، على شو تعتمدين ميثا في تصويرك؟ أكثر شيء تعتمدين عليه في لحظة التقاط هذه الصورة؟ أعتمد على كاميرا التلفون. وبعدين أعدل ببرنامج. أضيف مثلا ألوان أو يعني ما أزيد حدة الصورة أكثر لأنها تفسد الجمالية تماما. أنا أشوف هالصورة جميلة جدا لأحد البيوت القديمة، أعتقد هذا البيت في خورفكان. هي في السوق القديم. يا سلام، السوق القديم خلاص صار شيء في القلب. ممتاز. أشوف بعد صورين أكواب من القهوة، يعني هل دخلتي في مجال الإعلانات؟ أنك تصورين بعض المواد الغذائية، قهوة؟ ما دخلت في هالمجال، مجرد أني أروح المطعم ألتقط بعض الصور بس. اللي تكون لك أنت خاصة في فيني في مواقع التواصل الاجتماعي. هي. كيف استخدمتي وكيف استغليتي مواقع التواصل الاجتماعي مثلا؟ في البداية يعني كنت أصور يعني مجرد صور وخلاص يعني، بس بعدين قمت أروح أماكن أني خلاص أنا أبى أصور هالمكان أطلع بنتيجة حلوة. ممتاز. هذه يعني مع أنها صورة عفوية لكن جميلة جدا. طيب، التصوير في الهاتف المتحرك أعتقد له بعد يمكن نبدأ الاكتشاف المصور اللي في داخلنا الاحترافي. أنا تختاري الزاوية الصحيحة، الإضاءة، المكان اللي بتصورينه، كل هذه الأمور تختلف ويمكن تبدين اكتشافها من خلال كاميرا الهاتف. صحيح. فعندك أكيد صور كثيرة من التليفون. أكيد وايد عندي صور. ممتاز. شو تفضلين، الكاميرا الهاتف ولا كاميرا الكاميرا الاحترافية؟ أفضل كاميرا الهاتف لأنها معاي في كل مكان. لو شفت منظر حلو على طول بصوره يعني.
ما بروح البيت بجيب الكاميرا وبتروح علي اللقطة. جميل. جربتي تصورين التصوير السريع والبطيء في بعض اللقطات؟ البطيء صورت فيه الطيور. طيور. هي. يا سلام. طيب أتوقع أن التصوير الفوتوغرافي له جماليات كثيرة جدا، لوين حابة توصلين في هذا الفن من التصوير الفوتوغرافي؟ إن شاء الله أوصل لمستوى مثل مستوى المصورين وأكثر إن شاء الله. عندك قدوة في حياتك من مجال التصوير الفوتوغرافي؟ أهلي وربيعاتي. يا سلام، ربيعاتك بعد مصورات؟ هي، لأن فترة الجامعة كنا نتنافس من تصور زاوية حلوة، فمن من هالشيء أنا بديت أمارس هالتصوير. ممتاز. يعني أنا الحين لو جبت لك مثلاً إحدى القلاع عندنا في مدينة كلبة، ما بروح دبل حصن، دبل حصن أيضاً فيها الكثير من القلاع. قبل شوي زميلنا جاسم كان في قلعة الغيل. قلعة الغيل ما شاء الله تم أخذ لقطات لها من كل الزوايا، وقلت لك مثلاً أبغي لقطة لهذه القلعة أو لهذا الحصن وكأني أول مرة أرى هذا الحصن، تقدرين تطلعين هذه اللقطة؟ إن شاء الله أقدر. شو اللي راح تعتمدين عليه؟ هل يعني الفكرة أم الأدوات المستخدمة أو طريقة الإضاءة أو شو اللي راح تعتمدين عليه في أخذ هذه الصورة؟ أول شيء بشوف طريقة تصويرهم لهذا المكان. يعني راح تشوفين لقطات السابقة. هي. ممتاز. وبعدين بفكر بفكرة ثانية مختلفة عنهم تماماً. جميل. وبشوف لي زوايا أصور فيها أو أعدل على الإضاءة بحيث أنها تكون غير شوي. ممتاز. يعني أهم شيء الفكرة. الفكرة. والزاوية. هي. ممتاز جداً. تصوير الأشخاص. بديت تصورين أشخاص. أنا أبغي مثلاً صورة شخصية أعتمدها في مواقع التواصل الاجتماعي أو لبعض الأمور الرسمية. هل دخلتي في هذا المجال؟ حالياً لا. أبداً. أبداً. ولا أنت تصورين في بعض الفعاليات أو بعض المهرجانات التي تقام في المنطقة الشرقية؟ آخر فعالية شاركت فيها صورت بس صورة يعني تقريباً. بس أكثر شيء فيديوهات يعني أو أماكن يعني. ممتاز. أما أشخاص بالضبط لا. جميل. طيب أنا اللي أعرفه ميثا بأن أدوات التصوير مكلفة. صحيح. ثمنها باهظ جدا يعني. فكيف تشوفين قادرة أنك أنت تواكبين كل الأدوات اللي تطلع؟ يعني كل يوم تشوف ما شاء الله أداة جديدة طلعت في التصوير. كيف أنت تشوفين هالموضوع؟ وكيف قادرة أنك أنت قاعد تحصلين الأدوات اللي تخدمت في مجال التصوير الفوتوغرافي؟ حاليا أنا مثل ما قلت إني أستخدم التلفون بس. فيعني كل ما يعني عندي آيفون. الآيفون كل إصدار يختلف عن الثاني خاصة في التصوير. ممتاز. يعني حسن من التصوير دائما. ممتاز. وهذه أبدا مو بدعاية يا جماعة. مشكورة ميثا ما قصرتي. حضورك. أشكركم على الاستضافة الجميلة. واجب وهذا مكانك مثلك وشروات من المبدعين. نحن نستقبلهم ونستفيد منهم ونأخذ من طاقتهم ونجتمع على الإبداع. فشكرا لك ميثا، أنت ما قصرتي بعد. عندك لقطات كثيرة إبداعية فيها من الجماليات لكثير من الأماكن في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات، وإن شاء الله في الفترة القادمة نشهد لك معرض خاص فيك تعرضين فيه بعض الصور واللوحات الخاصة فيك. شكرا لك. عفوا. ما قصرتي. طيب الآن مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في نهاية كل أسبوع نعرض لكم مجموعة من الأفلام الموجودة في دور العرض. اليوم اختار لكم فريق العمل أبرز هذه الأفلام، راح نشاهدها معاكم في التقرير التالي قبل أن نعودها. You need a doctor? I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. I'm here to find a cure. We have to push. موربيوس. يحاول عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس أن يعالج نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد ويتحول لمصاص الدماء. When you're a stranger. Then you were found on a container ship that washed up off of Long Island. Faces look ugly when you're alone. Johnny! What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. I went from dying to being more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength in some form of bat radar. What else can I do? There are limits to
control it? I don't know. Half the city wants to kill you. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. The other half wants to control you. Hey, Dr. Mike, you and I should stay in touch. I'd do anything to save a life. I don't know what I'm capable of. Are you here to heal the world or to destroy it? Who the hell are you, Matt? I am. No, I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. हमारी जिंदगी के दो दिन बहुत खास होते हैं जिस दिन हमने जन्म लिया और दूसरा जिस दिन हम जान जाएं कि हमने जन्म क्यों लिया. Are you ready for this? 3, 2, 1. أتاك. في أثناء محاربة شياطينه الداخلية الشخصية تطوع أحد المحاربين القدامى في الجيش ليكون جزءا من تجربة حكومية فيصبح جندياً إلكترونياً بشرياً فائقاً طوروه لمكافحة الإرهاب. مشن روكنا پڑے گا ادوائز وہ مر سکتا ہے. تم لوگوں کو یہ بچائے گا نا. Body resistance going down. Hindustan ka hero. Sonda ma yosik theriyada parents students da nama target. Sunday la maad pudiyar mari pasala pushtu varnu. College pukla po maten nee. Engineering naale inga kaari thoodu thupparadunga. Na decide pannitenda. Selfie. يتعامل الفيلم مع سماسرة المقاعد للقبول في كلية الهندسة والطب ويضطر جي في براكاش كومار للدخول في مواجهة مع كاثيو مينون الضربة الكبيرة في المافيا. Our friend needs your help. Please, help us. The Life Stone is hidden away in a forest castle on the other side of the ocean. The guardian of the forest uses the Life Stone to nurture life. Aisha there! I'm the forest guide around these parts. Cinderella and the Little Sorcerer. عندما كان الأمير أليكس محاصراً في جسد فأر، انطلقت إيلا وأصدقائها في رحلة للعثور على مكونات الجرعة السحرية التي يمكن أن تغير الأمير مرة أخرى، فيكتشفون أن الصداقة هي أقوى علاج على الإطلاق. إذن مشاهدينا كانت هذه هي الأفلام الموجودة في دور العرض. نتمنى لكم التوفيق وأيضا إجازة نهاية أسبوع موفقة للجميع. أما بخصوص صباح الشرقية فهي آخر حلقة إن شاء الله، نستقبلكم في صباح الشرقية ما بعد شهر رمضان المبارك. نشوفكم على خير، نتمنى لكم السعادة أينما كنتم. نترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.